واعتقادي في رسول الله أنه أبعد خلق الله عن النزق، وأنه تفرط أعصابه، ممكن أنا تفرط أعصابي أنت، هو أبداً 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 هو حليم، لا تزيده شدة الجهل عليه إلا حلمة. واضح؟ هذا الاعتقاد عندي الراسخ الذي أدين الله وأتعبده به حملني على أن أشكك في بعض الأحاديث الصحيحة، وقلت قد تكون من صنائع ومشكوكات بني أمية. اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب. هذا النبي كان يدعو بهذه الدعوة. النبي إذا رضي وإذا غضب لا يحكي إيه؟ ما تقول لي بغضب بعدين بروح بسب بلعن بجلد بضرب وأنت ما بتستاهل. عظيم هذه، صح؟ في علامة استفهام كبيرة هنا، ما الذي حدث؟ إيه؟ النبي لا يغضب لنفسه، تستفزه تغضب وكذا لا يغضب، وهذا في الصحيحين. ما تقول لي يغضب كم يغضب، لكن يغضب لله، والغضب لله حق، صح؟ ما في، يغضب بحق يغضب لله، ما في. طب واحد يقول لي عرفنا انه غضب غضب لله، لكن ممكن يجاوز في كلامه حدود العدل، استغفر الله. شفنا احاديث صحيحه كثيره قال لك لا، واقسم قال لك ما يخرج منه الا حق. في الرضا والغضب قال له في الرضا والغضب. شفتوا؟ خلينا نكون واضحين، هذا النبي معصوم منزه، اذا لا يغضب لنفسه. شان دنيوي، وشفنا الاعرابي كيف اخذه فلببه هكذا بحاشية ثوبه حتى أثر إيش في عاتقه في رقبته الشريفة، والنبي لا يجد على إيه؟ لا يجد على أن يتبسم، صح؟ هذا النبي. أما حكيت أنه سب ولعن وبشتم، في قلبي شيء كأن بني أمية يتسببوا في هذه الأحاديث، ما بعرف هكذا يقول لي قلبي. من أجل ماذا؟ من أجل أن يبيضوا صحائفهم، يقولوا كل الأحاديث الثابتة اللي حتسمعوها في لعننا وسبنا وشتمنا كلها من باب النبي كان غضبان وزعلان وحكى، واحنا ما بنستحقها، وبتتحول عينا ماذا؟ وهذا الكلام كله يتناقض مع إيه؟ هذه الاحاديث. النبي لا يقول الا الحق وفي الرضا والغضب، ثم هو لا يغضب لنفسه اصلا، انه دعاك مره ومرتين ما يهموش النبي، لكن يغضب الحق. فمعناها النبي لما غضب ما غضبش عشان حاله، غضب عشان شاف معاويه يريد ان يحقر مقام النبوه. مش انت نبي؟ مش حسمعك، مش حجيك، باكل. فدعا عليه النبي. نعم، يغمز إيمانه النبي بهذه الدعوة. هذا ليس شأن المؤمنين يا أخي، إذا دعوا إلى الله ورسوله باكل باكل وروح دافعوا عنه. هنيئا لكم بمعاوية، والله لا أدري بعد أن يسمع الإنسان كل هذه الأشياء ويفهمها كيف بعدين يأتي قلب أنه يحب ودافع عنه وترضى عليه. كارثة هذه، صح ولا لا؟ مش معقول يا أخي، افهم. هي التي أرادت أن تصور النبي على أنه نزق، وممكن في لحظة قال لك أغضب كما يغضب البشر. هيك والله قال هيك أغضب؟ قال لك في الصحيحين يا أخي. فأي عبد أي مسلم أي مؤمن جلدته سببته شتمته لعنته فاجعل ذلك زكاة وقربة ورحمة له. أنا شككت في هذه الأحاديث أيها الإخوة من أجل أن إيه؟ أحتفظ رسول الله بالمقام الذي هو له في قلب كل مؤمن ومؤمنة إيه؟ صادق وصادقة، وهو أنه أحلم عباد الله وأرحم عباد الله، أليس كذلك؟ إذا بي أفاجئ بإخوان المشايخ عفى الله عني وعنهم حقيقة، يقولون عدنان ينسب النزق إلى النبي، والنزق هو الخفة، الطيش والخفة، بعلم الناس اللغة العربية، هو الطيش والخفة. يعني إبراهيم يقول النبي أستغفر الله العظيم إني إذا لمن الكافرين. أنا لو قلت هذا إني إذا لمن الكافرين، لا أقول من الجاهلين بل من الكافرين المارقين عن دين محمد، أعاذني الله وإياكم من هذا. وبعيد المرة الثالثة وقد خاب من افترى، وقد خاب من افترى. اتقوا الله، الحلقات موجودة والحمد لله لا يد لكم عليها، لا تستطيعون تحريفها أو حذفها، موجودة كما هي، ثلاث حلقات لا أشبع الله بطنه. من شك في قولي هذا أو شبه عليه قولهم فليعد إلى الحلقات وليسمع ماذا قال عدنان إبراهيم في إيه؟ في نزق النبي وحاشاه. عجيب يا أخي. بعدين من ضمن العجائب التي لا يزال إخوان المشايخ عفى الله عني وعنهم يبدئون فيها ويعيدون، ويسلم على علي وفاطمة كلما ذكرهما سلم. ما الذي يغضبكم يا جماعة؟ ما الذي يغضبكم أنني أسلم على علي وفاطمة عليهما السلام؟ سألقى الله وأنا أسلم عليهما يا أخي، ما المشكلة؟ وليس عدنان إبراهيم من يفعل هذا وحده، وليس الشيعة من يفعلون هذا وحدهم، أئمتنا يفعلون هذا. طبعا ما حاولت اليوم لأنه هذا شيء ممل،
لو أتيتكم بالكتب التي يسلم فيها أمة أهل السنة على أهل البيت، على علي وفاطمة والحسن والحسين وكذا، لأمللتكم. وفي رأسها البخاري، صحيح البخاري، يسلم على علي، يسلم على فاطمة، يسلم على الحسن، يسلم عليه السلام، عليه السلام، عليه السلام، عليه السلام في صحيح البخاري. وعشرات وعشرات من أمتنا، ذكرت بعضهم في خطبة جمعية، وقلت لكم مثلا أبو جعفر الطحاوي لا يكاد في مشكل آثار يذكر عليا إلا بالسلام، قليل جدا يقول رضي الله عنه، عليه السلام، عليه السلام، باستمرار. ليس عدنان إبراهيم، لكن أخي الشيخ الدهوم للأسف أتى بشيء من كيسه، مش هستخدم عبارة جارحة، قالوا مش هيك بس، لا، قال حتى الباقر وزي العابدين وبقية الأمة الاثني عشر. أخي شيخ دهوم، أتحداك، أتحداك وأنا سأعطيك ماذا تريد. أعطيك الآن عهد على نفسي، أقول عدنان إبراهيم أكبر الكذابين في القرن 21. إذا استطعت أن تأتي بمقطع واحد لي أذكر فيه أسماء الأمة الاثني عشر، أو جمع مقاطع بحيث أنني ذكرتهم كلهم في مقاطع مختلفة وسلمت عليهم، لن تستطيع. وأنا واثق تماماً. تعرف لماذا؟ لأنني لا أؤمن بالنظرية الاثنى عشرية، أن الأمة المعصومون 12 واحد وينتهون بالمهدي، ولا أؤمن بهذا المهدي أنا الذي أؤمن به إخوان الشيعة وهم أحرار، لا أؤمن به. كيف أسلم عليه؟ من أين لك؟ من أين لك أنني سلمت على بقية الأمة الاثنى عشر؟ أتحداك كمان المرة الثانية، أتحداك افعل هذا. لا، لماذا؟ يحبون أن يثبتوا للناس أنه هذا اثني عشري. لو أنني كنت اثني عشريا لقلت هذا على المنبر، لأصبحت الآن أنا مبشرا بهذا المذهب، وتعالوا ناقشوني بعدين بالناقش برضو، بس لا، مش صحيح، لست اثني عشريا، أنا سني شافعي أشعري أعجبكم، لكن مستقل، مش مستعد أن أدخل صفقة أخذ كل شيء مرة واحدة أو أرده مرة واحدة، أنا أخذ ما أشتهي بالدليل والعقل يا إخواني، ليس بالتشهي، بالدليل والعقل. نعم، فإذا العتب ليس علي، العتب على سائر أمتنا الذين يسلمون على هؤلاء. بعدين قال لك لا يسلم على عقيل. أتحداك جيب لي واحد من أمة أهل السنة سلم على عقيل، لا يفعلون. أنا أسلم صعب، انتبه لما تتكلم، حين تريد أن ترد يجب عليك أن تعرف كيف تصدر، وإلا لا تناقش. تقول عدنان إبراهيم يسلم على هذول، الحسن والحسين الباقر وكذا، وعلى علي وفاطمة، ولا يسلم على العباس، ولا على عبد الله بن عباس، ولا على عقيل. طيب ائتني بعالم سني سلم على هؤلاء، أنا سني أفعل كما يفعل أمتي، لا يسلمون عليهم. افهم، شفتوا كيف النقاش؟ أنا سني أفعل كما يفعل علماء السنة، جيب لي واحد سلم على عقيل عليه السلام، بترد عليه وأنا بترد عليه، انتبه.